مالك يا اخوي؟ اسم الله عليك. اخوي يمكن، ليه لا؟ ارتاح يا محمد، ارتاح. فين عمتك؟ عمتي وقعت، عيالي وقعوا لي. عيالك؟ وعملوا كده ليه؟ اتخانقت معاهم؟ مرتاح في المنظر يا سيادة النائب؟ عاوز حاجة؟ عاوزك تروق وترتاح. ما عادش في راحة. ايه رأيك في جلابيتي؟ تاخدها؟ ايه؟ صلي على النبي امال، صلي على النبي يا اخوي. ده انت اخوي وابوي يا حبيبي. كل ده مش مهم، المهم اللي انتوا عايزينه بس. دور لي على العمة وغطي راسي، راس اخوك عريان. حج محمد يا حاج. في ايه يا حمدان؟ الحق يا حاج محمد، الست فرحة تولد. قول لها ما تولدش، تخليه ببطنها. أنا مش عاوز عيال تاني. مبروك. مبروك يا حاج. مبروك يا حاج. ولد. هتسميه ايه يا حاج؟ مرعي. قول يا دكتور لو سميته مارعي هيسيبوه. ربنا يخليه لك يا حاج ويتربى في عزك، والف مبروك. سلام عليكم. فرحان يا حاج؟ مش عارف. ما تنجيله اسم تاني يا حاج. لا، هو مرعي. اسمي اسمي تاني ليه يا ام خيري؟ يعني الاسامي كتير والفال عيقول، مره واحده كفايه. الفال ملهوش ذنب. اطلع، مش عاوز حد جاري. واحنا جايين عاوزين حاجه؟ احنا جايين نباركوا. سيبوني في حالي وروحوا لعيالكم. مالك مقلوب علينا كده؟ ده يوم تفرح فيه ولا تشندل بالنا؟ برا. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب ما احبكش قوي يا ولدي. ايه الدعوة الغريبة دي؟ يا ريت يا ريت ما احبكش قوي يا ولدي.
يا ريت يا ريت يا ولدي ما حبكش لدفع تمن فرحتي بيك يا ريت يا ولدي ما حبكش لدفع تمن فرحتي بيك لحسن تروح يوم ما ترجعش زي اللي ما رجعوا قبليك زي اللي ما رجعوا زي اللي ما رجعوا قبليك يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي مرحبا مولانا اتفضل. مرحبا بيك يا ولدي. أؤمر. كيف حالك يا ولدي؟ تمام. ولدك دي؟ ايوه مرعي. عاوز منك اربع طلبات. تملا لي القله ميه وتغديني وتديني فلوس. مناع غالي والطلب رخيص يا مولانا. اتفقنا. خد. نعم يا عم الحاج. املى القله وحضر واكل المولانا. حاضر. خد الفلوس اللي انت عاوزها. والطلب الرابع. الرابع ايه هو؟ تديني مرعي. لا الا مرعي. الا مرعي يا مولانا. هتحبه؟ احبه قوي يا مولانا. هتقول لا الا كده. سلام عليكم. ما تخافش مش هياخدك يا مرعي. مش مناع. نعم يا عم الحاج. مرعي فين؟ مش عارف يا عم الحاج، عمالين ندوروا عليه ومش لاقيينه. ايه مش لاقيينه؟ الست فرحة فوق هتصرف وهتموت نفسها من البكا. لا قاعد هو ولا مهران. ليه كده يا مهران؟ ليه؟ حرام عليك. ليه يا مهران؟ عشان خدك مني وحبيت اكتر مني. مرعي مرعي حبيبي. ليه كده يا خيري؟ مش قلت لك اخوك ما يهونش؟ انا هنا يا ابوي. سلامتك يا عم الحاج. ده مهران. انت مين يا ولدي؟ خير يا ابوي. وكبرت متر. الف سلام عليك يا ابوي. عاوز عيالي يروحوني. احنا كلنا حواليك يا ابوي. كامل خدني عند امك يا كامل. ما عندهاش عقل بس احبتني بقلبها باخلاص.